دخلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الخط من أجل إقناع اللاعب إلياس بن صغير مهاجم موناكو الفرنسي الذي بات واحدا من أفضل اللاعبين في الفريق الفرنسي، نظير ما يملك من تقنيات وفنيات مكنته من الوصول إلى الفريق الأول واللعب مع ممثل إمارة موناكو الفرنسي، بل وأصبح مؤثرا بالنادي الأحمر. ولن تكون مهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سهلة، حيث إن اللاعب تحت أنظار الإدارة التقنية الفرنسية التي تهدف إلى ضمه لمنتخب فرنسا الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد باريس العام القادم. وفي تواصلنا مع محيط اللاعب أكدوا لي بأن إلياس سيلعب مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة، حيث يرتبط بشكل كبير جدا ببلده المغرب ويرغب في حمل ألوان أسود الأطلس بالرغم من لعبه مع المنتخب الفرنسي في الفئات العمرية الصغيرة. كما تابع الأسود في مونديال قطر وشجع أبناء وليد الركراكي مبديا إعجابه الكبير بما حققه أسود الأطلس في المونديال. وولد إلياس يوم 16 فبراير من العام 2005 بمدينة سان تروسبي فرنسية، وهو من أصول مغربية، وبدأ مسيرته مع كرة القدم في أكاديمية كولوغينوا في سن 5 سنوات قبل أن ينضم في عام 2016 إلى فريق سان رافائيل الذي لعب معه لموسمين. عاد إثرهما إلى فريقه الأول في الفترة بين 2018 و2020، ومن ثم رصدته أعين كشافي فريق موناكو الذي أمضى معه أول عقد احتراف في 5 غشت من العام 2022. المستوى الدولي مثل النجم الشاب المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 17 عاما في مبارتين، وفئة أقل من 18 عاما 3 مرات، لكن الجامعة الملكية المغربية لم تفقد أملها في ضمه إلى منتخبها، خصوصا بعد أن أصبح في المونديال الأخير من بين أفضل المنتخبات العالمية. فبعد الجولة المهمة التي قام بها المدرب وليد الركراكي والتي شملت لقاءه مع العديد من اللاعبين الشباب بمختلف الدوريات الأوروبية الكبيرة، بالإضافة إلى أهم ركائز المنتخب الوطني المغربي رغبة منه في إيجاد قاعدة اختيارات أكثر في كل المراكز، ويتطلع مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي لفسح المجال لبعض المواهب المغربية المحترفة في أوروبا من أجل دعوتها لتمثيل أسود الأطلس شهر مارس لكسبها عوض تركها تختار اللعب مع منتخبات بلدان المهجر، حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي معسكرا تدريجيا داخل مركز محمد السادس لكرة القدم. ويأتي في القائمة اللاعب المتألق في الدوري الفرنسي إلياس بن صغير جوهرة موناكو الفرنسي الذي اختار اللعب مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة بعدما لعب للمنتخبات الفرنسية في الفئات العمرية الصغرى، لكنه وبعد إنجاز أسود الأطلس في كأس العالم بقطر غير قراره وقرر حمل قميص أسود الأطلس. وبالإضافة إلى بن صغير يبرز أيضا المهاجم إلياس حسني الأيقونة الصاعدة في صفوف باريس سان جيرمان الذي فضل بدوره تعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي في المرحلة المقبلة بالرغم من اهتمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بضمه للمنتخب الأولمبي الفرنسي. وسينضم اللاعبان لصفوف المنتخب المغربي إلا أنهما سيلعبان مع أشبال الأطلس في بداية الأمر، حيث الرهان على بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس. تابع مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي تطور مستوى العديد من اللاعبين الآخرين، خاصة الذين كانوا قريبين من التواجد في منتخب المغرب في كأس العالم بقطر، ويتعلق الأمر بمهاجم فريق إيندنهوفن الهولندي إسماعيل سيباري، ولاعب خط وسط فريق سان إيتيان الفرنسي بنيامين بوشواري، ومدافع فريق برشلونة رياض شادي، وإبراهيم صلاح لاعب فريق جينت البلجيكي، وإلياس سيباوي لاعب فريق بيرشوت البلجيكي. وستكون الفترة المقبلة حاسمة من أجل ضم عدة مواهب مغربية شابة في القارة العجوز. ساهم تألق أسود الأطلس في مونديال قطر في جعلها تقرر الانضمام لصفوف منتخب بلدها الأصلي، بعدما قام كشافة الاتحاد المغربي لكرة القدم في أوروبا بجهود كبيرة من أجل تمهيد الطريق أمامها للعب مع منتخب المغرب الذي ساهمت العناصر التي تملك الجنسية المزدوجة في تألقه في أضخم حدث كروي في العالم.
وأصبح الموهبة الشابة بفضل هدفيه ثاني أصغر لاعب في تاريخ موناكو يسجل هدفين وهو في السن 17 و315 يوما بعد الأسطورة تيري هنري الذي سجل هدفين في عام 1995 في شباك نادي لانس حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما و255 يوما. وبمجرد أن سجل بن صغير هدفه الثالث في الدوري الفرنسي أصبح ثاني أفضل هداف مع موناكو في الدوري الفرنسي قبل بلوغ 18 سنة منافسة مع تيري هنري ومتأخر بهدف عن بابي.